أول شيء بالصحة والراحة أخويا جلال اللي اختاريتي يعني هذا الموديل الجميل والرائع من الجلد الطبيعي. هذه المراحل كاملة اللي قطعها يعني باش عطيت هذه الصندالة هذه، غادي نخلي هذا الفيديو هذا يعني للذكرى، وأي واحد بغى يتعلم الصناعة ديال هذه الصندال هي كافية في هذا الفيديو باش يتعلم. وتحية لأي واحد اللي كيشاهد هذه القناة ديال سربوت كوير المهتمة بالأحذية والملبوسات الجلدية. أدعو الاشتراك لأي شخص جديد ومهتم بعالم الأحذية والملبوسات الجلدية. ابقوا معي.